أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تتجه أنظار العالم إلى مدينة بياريتز الفرنسية، تلك المدينة التاريخية والمهمة في فرنسا، والتي تستقبل اجتماعات قمة الجي 7 أو مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. هذه القمة تحظى بأهمية كبيرة، لماذا؟ لأنها عدد الدول السبع الكبرى هي من أكبر الدول اقتصاديا، يصل صافي الثروة التي تمتلكها هذه الدول السبع 62% من صافي الثروة في العالم. وأيضا هذه الدول تلعب دور كبير جدا في تحريك ورسم ملامح السياسة الدولية، وبالتالي فإن اجتماعات هذه الدول تحظى باهتمام كبير جدا من كل دوائر السياسة والإعلام. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم توجيه دعوة له من الرئيس الفرنسي لحضور اجتماعات هذه القمة لعرض التجربة المصرية فيما يتعلق بالتقدم الأمني ومواجهة الإرهاب، وأيضا فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وملفات التنمية التي تخوضها مصر على كافة المستويات، والنجاحات التي حققتها مصر اقتصاديا وتنمويا وبشهادة المؤسسات الدولية. هذه التجربة المصرية هي دائما تجربة ملفتة وملهمة في نفس الوقت، وتسعى عدد من الدول إلى الاستماع لوجهة النظر المصرية فيما يتعلق بالملفات التي تهم العالم وتهم منطقة الشرق الأوسط تحديدا، لأنه قمة الجي 7 من عدد من الملفات المطروحة على مائدتها هي ملفات الأمن والأمن الإلكتروني، وكذلك ملفات الهجرة غير الشرعية. وإحنا عارفين كويس قوي أنه مصر في منطقة المتوسط لعبت دور مهم وكان لها تجربة مهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. أضف إلى ذلك أنه القمة هتناقش عدد من الأمور المتعلقة بالتنمية والتمييز السلبي تجاه المرأة، ومصر في المقابل قدمت تجربة إيجابية في السنوات الماضية فيما يتعلق بتمكين المرأة من خلال عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين لم يكن فقط اقتصاديا لكنه تمكين مجتمعي وتمكين سياسي عبر مشاركتها في كل دوائر اتخاذ القرار في مصر. المشاركة المصرية أيضا مهمة في إطار الحوار ما بين قادة المجموعة وما بين أفريقيا، لأنه مصر حاليا هي الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس هذه الدورة، وبالتالي أيضا هناك حوار ما بين هذه الدول وما بين أفريقيا فيما يتعلق بملفات التنمية المختلفة. لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلي عبر الهاتف في هذا الصباح الأستاذ جمال رائف، الكاتب المتخصص في الشأن الدولي. صباح الخير يا أستاذ جمال. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. بالتأكيد هناك رسالة مباشرة فيما يتعلق بتوجيه الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه القمة لعرض التجربة المصرية، ما هي الرسالة التي نقرأها في هذا السياق؟ بالفعل يمكن مصر أصبحت ضيف مرحب به على مائدة كافة التجمعات الاقتصادية الهامة. بنجد مصر كانت موجودة في البريكس، في قمة العشرين، في تجمعات اقتصادية أخرى، والآن في قمة السبع الكبار. إذن نحن أمام تجربة مصرية يعني حققت نمو كبير جدا واستطاعت أن تحقق إصلاحات اقتصادية صعبة، وبالتالي يعني مكانها أصبح محجوز في التجمعات الاقتصادية الكبيرة. أنا بعتقد أن دعوة مصر في هذا التجمع بالتحديد له شقين، الشق الأول كعلاقات مصر مع مجموعة السبعة ودول الأعضاء أيضا، لأن مصر علاقتها بكافة الدول السبع الأعضاء علاقات متميزة وعلاقات جيدة جدا. لو نظرنا للدول السبعة وعلاقات مصر الثنائية بين كل دولة على حدة، هنلاقي أن مصر طورت علاقاتها مع كل دولة على حدة ولها علاقات اقتصادية وسياسية متميزة جدا. وأيضا على صعيد الشق الأفريقي برضو أيضا مصر رئيس الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يعني فتح المجال أمام التعاون الأفريقي. ما ننساش أن هناك أيضا قمة أوروبية أفريقية في ألمانيا من قبل، والجانب الأوروبي بالتحديد ينظر إلى أفريقيا مجددا كشريك تقليدي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وبالتالي أيضا مجموعة السبعة تريد فتح المجال أمام سلاحها ومنتجاتها مجددا في السوق الأفريقي بشكل يعني يليق مع التغيرات أيضا لأفريقيا بتعملها. أستاذ جمال، عند هذه النقطة فيما يتعلق بالشراكة بين مجموعة السبع وإفريقيا، ما الفرص التي يمكن أن تستفيد منها أفريقيا
من خلال المشاركة في هذه القمة ومن خلال ما هو معلن من جدول الأعمال المتعلق بالشراكة بين الجانبين؟ يمكن حتى يعني استكمال اللي حضرتك بتقوله، طبعا مصر كمان هتلقي كلمه، الرئيس عبد الفتاح السيسي هيلقي كلمه في يعني الجلسه الخاصه بالشراكه بين قمه السبع وبين القاره الافريقيه. واعتقد ان الاستراتيجيه المصريه في هذا الاطار والاستراتيجيه الافريقيه ايضا مبنيه على فكره يعني احلال التصنيع محل يعني الواردات او الصادرات السلعية، واعتقد ان توطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات هو ما تحتاجه القارة الافريقية خلال الفترة القادمة. واعتقد ايضا ان الرئيس حتى اشار الى هذه النقطة في كلماته من قبل ايضا في التجمعات الاقتصادية الاخرى، ان افريقيا في حاجة الى شراكات مع العالم، ولكن في اطار جديد، في اطار يعني يزيد من خبرات القارة الافريقية في من جانب الصناعة وتوطين الصناعة وتطوير البنية التكنولوجية والبنية التحتية، لأن القارة الأفريقية في الحقيقة اعتمدت الفترات الماضية والعقود الماضية على فقط على فكرة تصدير المواد الخام، مما أنهك الاقتصاد الأفريقي ولم يعد بعائد تنموي حقيقي على الدول الأفريقية. احنا هنا بنتكلم عن إطار اقتصادي مختلف زي ما حضرتك أشرت فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية والبنية المعلوماتية، وده ملف من الملفات المطروحة على مستوى الشراكة بين مجموعة السبعة وأفريقيا. فكرة الرقمنة ومواجهة أولا الإرهاب الإلكتروني، وثانيا استخدام التكنولوجيا في التبادل التجاري بشكل أوسع، خصوصا فيما يتعلق بالوصول إلى أماكن صعب الوصول إليها في أفريقيا. إيه الفرص الواعدة التي تنتظر أفريقيا فيما يتعلق بالتقدم في مجال الرقمنة؟ يمكن احنا بنتكلم على قمة النيجر الأخيرة، أخذت خطوات بالفعل في هذا الأمر، يعني كان هناك اتفاقية التجارة الحرة، وكان أيضا هناك توقيع على يعني اتفاقية خاصة أيضا بالرقمنة وتكنولوجيا الرقمية الخاصة بالقارة الأفريقية. إذن القارة الأفريقية بالفعل لديها رؤية مستقبلية لهذا الأمر وتعمل عليه، وأيضا هناك أجندة أفريقيا 2063 أيضا التي لديها بعض الأهداف الخاصة ب يعني انتشار التكنولوجيا والشمول المالي والرقمنة وإلى ذلك. وبالتالي أفريقيا بالفعل لديها خطوات نحو هذا الأمر، وبالتأكيد شراكة مع قمة مع مجموعة السبع يعني بالتأكيد ممكن أن نستفيد من الخبرات الخاصة بهذه الدول، وأيضا الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية أمر أصبح مهم جدا وواجب. وأعتقد أن هذه هي الاستثمارات الجديدة اللي القارة الأفريقية محتاجها خلال الفترة القادمة. ويمكن حضرتك ربطت نقطتين مهمين جدا، هذا التطور التكنولوجي وهذا الاستثمار في البنية التحتية والرقمنة وإلى ذلك، مع أيضا مكافحة الإرهاب، وأيضا القمة بتجمع هذين الأمران. أعتقد أن فعلا الأمرين لا ينفصلوا، لأن التنمية والتنمية التكنولوجية كل هذه الأمور بالفعل تقضي على الأفكار المتطرفة وفرص نمو الإرهاب، وبالتالي التنمية هي السبيل الأمثل لأفريقيا للتخلص أيضا من شبح الإرهاب اللي بيعيق التنمية في فترات طويلة جدا في أفريقيا، خصوصا أن هناك أيضا انتشار للنزاعات والحروب الخاصة بالإرهاب خلال الفترة الماضية. وبالتالي أنا أعتقد أن الشراكة الخاصة من قبل الاتحاد الأفريقي أو من قبل قمة الجي 7 أو قمة الـ20 كل التجمعات الاقتصادية في الحقيقة الفترة اللي احنا فيها الآن مع الاتحاد الأفريقي مبنية على أطر جديدة، خصوصا أن الاتحاد الأفريقي بيطور نفسه بشكل مستمر. احنا ننتشر الاتحاد الأفريقي الآن غير الاتحاد الأفريقي في الماضي، انت بتتكلم عن الاتحاد الأفريقي بيعيد هيكلته المالية وهيكلته الإدارية، بينجز التفقيات، أصبح يتجه نحو مزيد من الشراكة بين الدول الأفريقية فيما يتعلق بوحدة المصير وصناعة القرار. اسمح لي أن أتوجه إليك بالشكر عند هذه النقطة الأستاذ جمال رائف الكاتب المتخصص في الشأن الدولي معلقا على مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، شكرا جزيلا. ومشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من هذا الصباح، إلى اللقاء.